أسئلة كثيرة تدور في خاطر المرأة الحامل، زي إيه؟ أكل النفرين ولا مش النفرين؟ طب أكل إيه؟ في أكلات معينة حلوة للحامل؟ طب الفيتامينات ضروري أخدها؟ دكتور، هو في الحمل لازم أرتاح؟ طب البيت، الشغل، الرياضة، العلاقة؟ دكتور، النوم مش عارفة أنام، أنا على طول نايمة. طب اللبس، في لبس معين؟ طب السفر، ينفع أسافر؟ أبلبط؟ أصيف؟ الجزمة، رجلي ورمت، أعمل إيه؟ المواصلات، ينفع أركب مواصلات؟ طب المطبات، أعمل فيها ايه؟ ينفع اخد ادويه؟ الدواء ده امان ولا لا؟ بيعمل ايه؟ سناني وجعاني، ينفع اروح لدكتور السنان؟ دكتور، هو الشيبسي ممنوع؟ طب الكولا؟ طب القهوه؟ اشرب قد ايه؟ السؤال الاول، دكتور اكل ايه؟ الاكل الطبيعي بتاعك، مش عايزك تاكل النفرين على فكره، هو تاكلي اكلك الطبيعي وممكن نزود عليه حاجات بسيطه. لو قلت لك 300 كيلو كالوري هتفهمي يعني؟ ولا انا فاهم يعني ايه 300 كيلو كالوري؟ فيعني اللي احنا عايزين نقوله لك ان انت تاكلي الاكل بتاعك الطبيعي وتزودي عليه حاجه بسيطه جدا. اوعي تاكلي النفرين، هتلاقي نفسك بزيتي من كل حته، ولما تبوظي من كل حته بقى ما تجيش بقى تلومي الدكتور بتاع النساء وتقول البيبي هو اللي بوظ لك جسمك والكلام ده، لا، انت اللي تقدري تتحكمي في وزنك. ناكل ايه؟ تاكلي بروتين، والبروتين ده لحمه وفراخ وسمك، ومش لازم لو احنا معناش فلوس ممكن البقوليات وسورسز ثانيه ومصادر ثانيه للبروتين غير اللحوم، مالكيش حجه. غير البروتين كمان محتاجين الخضار والفاكهه والسلطات، الحاجات دي مصدر غني جدا بالفيتامينز، بدل ما عماله تدفعي جوزك فيتامينات مش عارف بكام وبكام وبكام، كلي خضار وفاكهه ابرك من الكلام ده كله. محتاجين الكربوهيدرات اللي هي الحاجات اللي زي الرز والمكرونه والحاجات دي كلها والعيش، مصدر مهم جدا للطاقه، فاوعي تستغني عنه. النقطه اللي بعد كده، محتاجين ناكل بقى حاجات فيها كالسيوم، وانا مش هوصيكي بقى الحاجات اللي فيها كالسيوم ايه هي. كمان الدهون مهمه، بس احنا ما بنحبش الدهون الغير صحيه، بنحب الحاجات والمصادر الاكتر اللي فيها دهون صحيه. وكمان عايز انبه عليك على نقطه مهمه، ان احنا ما نزودش منها عشان وزننا ما يضربش. دكتور، الفيتامينات، هل اخد مالتي فيتامين معين؟ لا، ما بيديش المالتي فيتامين ده الا الناس عندهم مشاكل معينه. زي ايه المشاكل دي؟ زي ان حضرتك وزنك اقل من 50 كيلو، عندك مشكله في الامتصاص، عملتي عمليه من عمليات السمنه قبل كده، بتشربي بعض الشر عليك يعني مخدرات او اي مواد تانية. يعني انا مش عايز اوضح اكتر من كده، لان الحمد لله رب العالمين علشان الثقافه بتاعتنا فالناس دي مش منتشرين. اللي عايز اقول لحضرتك عليه، كفايه قوي الفوليك اسيد 400 مره يوميا اللي الدكتور بتاعك اوريدي هيكتبه لك، طالما ما عندكيش مشاكل والدكتور بتاعك ما طلبلكيش مالتي فيتامينز. ما تروحيش بقى للدكتور تقول له دكتور اكتب لي مالتي فيتامين، اصل انا سلفتي كانت عندها مالتي فيتامين، هيكتب لك مالتي فيتامين وهتدفعي في العلبه شيء وشويات، وفري الفلوس دي هاتي بيها كيلو فاكهه. انا عايز اقول لحضرتك ان في بعض الفيتامينز لو زادت عن حد معين ممكن تسبب لك مشاكل، ومش هقول لك عليها عشان ما توسوسيش. المهم اللي انا عايز اقوله لحضرتك، ما تاخديش اي ادويه الا لما ترجعي للدكتور بتاعك. ودي النقطه اللي بعدها، دكتور ينفع اخد الادويه ولا لا؟ لازم اي دواء قبل ما تاخديه تستاذني الدكتور بتاعك. وانا هنا مش عايزك تقولي اذا كان في دواء امان 100% ولا لا، لان الموضوع ما بيمشيش كده. احنا بنقسم الادويه لكذا كاتيجوري حسب، طب اكيد ما فهمتوش معنى كاتيجوري صح؟ كاتيجوري دي يعني مجموعه. احنا بنقسم الادويه حسب امانها لخمس مجموعات، في مجموعه امنه تماما، وفي مجموعات في النص لسه ما عليهمش دراسات كافيه، وفي مجموعه ممنوعه تماما، وفي مجموعات بنقيس بنشوف المشاكل اللي ممكن تسببها والفوائد اللي هتعود من الدواء، ونشوف اذا كان حضرتك تاخد الدواء ولا لا. عشان كده تلاقيهم كاتبين دايما في البامفلت بتاع الدواء يرجى مراجعه الطبيب المعالج قبل ما تاخد الدواء. ليه بقى؟ لان في بعض الادويه اصلا ما عليهاش دراسات كافيه، يعني ممكن تكون هي مؤذيه وما يبانش الاذيه بتاعتها دي الا بعد 20 30 سنه. فعشان كده بنقول ما تاخديش الدواء الا لما الدكتور بتاعك يقول لك عليه، وما تاكديش قوي في الامان، لان اي دواء فيه مشاكل ممكن تكون محتمله منه. بس لو الدكتور بتاعك كتبه لك، يبقى المشكله اللي هتبقى من عدم اخذه اعلى بكتير من المشكله بتاعه ان انت تاخدي الدواء. فارجوكي من الاخر اسمعي كلام الدكتور بتاعك. بعد اول 3 شهور ما يخلصوا الدكتور بتاعك ممكن يكتب لك حديد وكالسيوم. ارجوكي الادويه بتاعتك اللي بتاخديها كلها حديد كالسيوم فوليك اسيد اي حاجه ما تاخديهاش الا باذن الدكتور بتاعك. دايما خليكي على تواصل جيد مع الدكتوره او الدكتور بتاعك عشان خاطر يحدد لك اذا كان الدواء ده ينفع لك دلوقتي ولا لا، ومقدار حاجتك ليه، ويختار لك الدواء او النوع الانسب لحضرتك. تمام؟ دكتور، هو الملح ده مضر؟ لا، الملح بالعكس هو ضروري، بس في بعض الحالات ممكن نحد من الملح شويه، بس مش بنمنعه. دكتور، هل لازم ارتاح؟ ترتاحي، بس مش معنى ان انت ترتاحي ان انت تقعدي في السرير وتبقي ما بتتحركيش خالص. احنا بنحتاج حضرتك تقومي بالنشاط البدني اللي انت متعوده تعمليه، طالما ما بتنهجيش بالشكل اللي انا بقول عليه ده، وما بتعمليش بعض الانشطه اللي ممكن تكون ممنوعه في الحمل واللي الدكتور بتاعك هيقول لحضرتك عليها وفقا لحالتك. العلاقه الزوجيه في العادي ما بنمنعهاش، بس احيانا في بعض الحالات بيبقى عندها اجهاض منذر او مشاكل معينه، فبنخاف ان هو يحصل انقباضات. واحنا عارفين ان السائل المنوي عند الراجل في حاجه او ماده اسمها البروستاجلاندينز، الماده دي احيانا تزود قابليه الرحم ان هو يحصل فيه مغصه بسيطه او شويه انقباضات. فلو حضرتك عندك المشاكل دي الدكتور بتاعك
بتاعك هيقول لك بلاش علاقه زوجيه، نعلي العلاقه الزوجيه. فاللي يحدد اذا كان العلاقه الزوجيه ممنوعه ولا متاحه الدكتور بتاع حضرتك فقط. فالسؤال ده يكون ليه هو مش لينا احنا، عشان الدكتور بتاعك اعلم بحاله حضرتك. يعني ما روحش الشغل، لا تروح الشغل الا لو الشغل بتاعك فيه مشكله او حاجه تتعارض مع الحمل. مين اللي يحدد ده؟ الدكتور بتاع حضرتك، وهو اللي يقول لك ايه التعليمات والحاجات اللي تاخديها وتعمليها في شغلك، وامتى توقفي شغل وامتى يديكي اجازه. فارجوكي اسالي الدكتور بتاعك اللي عارف تفاصيل حالتك. يعني بلاش ترقد في السرير. فكره كلمه رقد ده يعني حتى المصطلح نفسه مصطلح سيء مش كويس. الرقد ده حضرتك لو انت مش عارفاه هو ان هي تنام على السرير ما تتحركش خالص، تحس كانها متكتفه. ده حاجه ستريس قاسي جدا على الام نفسيا. فارجوكوا ما تحطوش الام في الاستريس ده، خلوا الام تتحرك بحريه وباريحيه طالما ما بتعملش مجهود ازيد من طاقتها، وطالما الدكتور ما منعهاش من ان هي تتحرك الحركات دي. الحركه بركه، الحركه دي هتساعدك بعد كده كمان ان شاء الله في الولاده الطبيعي. الحركه دي هتساعدك ان انت ما تجمعيش وزن وتخرجي من الحمل، انت فاهمه طبعا. الحركه دي هتساعدك ان انت ما تحسيش باكتئاب والمشاكل النفسيه اللي الحامل بتبقى معرضه ليها بشكل كبير، وهنتكلم عن الموضوع ده بعد كده في الاسابيع اللي جايه ان شاء الله. دكتور انا بروح الجيم، ينفع اروح الجيم ولا لا؟ في العادي احنا ما بنمنعش الناس ان هم يعملوا التمارين الرياضيه اللي هم متعودين عليها طالما هي بامان وطالما ما بتسببش للحامل اي شكل من اشكال الخطر بتاع الخبط او مشاكل تانية. فاحنا بنحب الحاجات الخفيفه زي المشي كده، بنحب جدا جدا المشي والتمارين الخفيفه المناسبه للحوامل، واللي بتوع الجيم عارفينها كويس قوي، خصوصا في الثقافات بتاعتنا بيحبوا يمنعوا الحوامل ان هم يعملوا تمارين اول 3 شهور. ليه بقى؟ مش عشان اول 3 شهور التمارين هتسبب الاجهاض، لا، عشان اول 3 شهور نسبه حدوث اجهاض بتبقى عاليه شويه، ولو الام كانت بتعمل تمارين لازم تربط الاجهاض ده بسبب. ما احنا ما ينفعش الاجهاض كده يبقى بدون سبب، فهتقول منها لله التمارين، حسبي الله ونعم الوكيل في التمارين هي اللي كانت السبب. الكلام ده غير حقيقي، بس عشان خاطر الكلام والمشاكل والوسواس اللي هيفضل يخلي الام تفكر وتقول لا ده هي كانت السبب، ده انا اللي غلطانه، ده انا ما سمعتش الكلام ورقدت في البيت والكلام ده. فبنقول لك ما تعمليش تمرين اول 3 شهور، عشان ان شاء الله بعد اول 3 شهور بيبقى نسب الاجهاض قلت بشكل كبير، فبنبقى مطمنين. فبنقول لك اعملي التمارين بقى طالما انت مش هتلجئي في التمارين، خلاص الوقت الصعب عدى بفضل الله. دكتور ينفع انام على جنبي؟ ينفع انام على بطني؟ طول ما بطنك لسه صغيره احنا بنتكلم في الاول نامي زي ما انت عايز. احنا في اواخر الحمل بنقول لك تنامي على جنابك احسن، عشان خاطر النوم على الظهر مش ظريفه وانت اصلا مش هتعرفي تنامي على بطنك يعني. واحنا عاملين فيديو بحاله عن النوم في الحمل برجعوا له. دكتور السفر ينفع اسافر؟ سافري عادي مفيش مشكله، بس خلي بالك ان لو بطنك كبرت بعض اللوائح بتاع شركات الطيران هي اللي ممكن تمنعك ان انت تسافري، الا بقى بحاجات معينه زي تقرير طبي من الدكتور ان انت مش عرضه لولاده مبكره والحاجات دي كلها، منع لقضايا التعويضات اللي ممكن تحصل على شركات الطيران، ومنع لمشاكل ثانيه احنا مش عايزين نتكلم عليها. بس اللي عايزين نقول لحضرتك لو انت وزنك مليان او عندك فرصه حدوث جلطات عاليه، فعايزين نقول لحضرتك ان الحمل بيزود شويه فرصه حدوث جلطات. القعده في الطياره لفترات طويله تصل لساعات، مش الطياره يعني، القعده بشكل عام وعدم الحركه لفترات طويله جدا دي حاجه مش كويسه. فبننصح حضرتك ان انت تقولي للدكتور قبل ما تسافري، عشان خاطر لو هينصحك او هيوصف لك شويه ادويه عشان خاطر السيوله، كمان لازم تتحركي في الطياره رايح جاي كده، تشربي ميه وتهتمي بشرب الميه. انا عارف ان حمامات الطياره مش احسن حاجه، بس معلش يعني عشان خاطري. دكتور اللبس، في لبس معين المفروض البسه؟ طبعا احنا عارفين ان في اوتفيت للحامل، طبعا الحاجات دي لازم نهتم بيها. الاوتفيت بتاع الحمل عايزين الهدوم بتاعت حضرتك تكون واسعه، عشان خاطر ما تضايقش حضرتك في الحركه، تكون فاتحه لو انت خارجه او حاجه، لان الالوان الفاتحه بتساعدك اكتر في الحر ودرجات الحراره المرتفعه مع الشمس والكلام ده. وارجوكي بلاش كعب عالي، كعب العالي هيضايقك بشكل كبير قوي في الحمل. عارفين الشباشب؟ طب عارفين الجزم الفلات؟ عارفين الصنادل؟ عارفين الكوتشيهات؟ براحتكم بقى يعني انا مش محتاج اوصيكم. جزم الحوامل معروفه. دكتور استحمى عادي؟ استحمى عادي مفيش مشكله. بصي انت اكيد مش هتستحمي بميه درجه حرارتها عاليه، عشان ده حاجه هتحرق جلدك. استحمي بميه دافيه عادي، احنا بس الميه السخنه ما بنحبش الحاجات اللي بترفع درجه حراره الجسم زي الميه السخنه والساونا والجاكوزي والحاجات دي كلها، لان دي ممكن بعض الوقت تسبب شويه تشوهات او اجهاض او حاجات كده. فاحنا عشان كده بنتجنبها لانها بترفع فرصه حدوث الاشياء دي. اما الميه الدافيه استحمي عادي مفيش مشكله. وفي حاجه نقطه ثانيه بمناسبه الدش بقى، في حاجه اسمها فاجينال دوشنج، ان هم بيستعملوا الدش المهبلي عشان خاطر يغسلوا المهبل كله. الكلام ده غلط وما تستعملهوش وممنوع في الحمل، الا لو الدكتور بتاع حضرتك كان ليه راي ثاني، بس ما اعتقدش ان في دكتور هينصحك بالدش. دكتور طب سناني وجعاني؟ روح لدكتور السنان مفيش مشكله، بس قبل ما تاخدي ادويه ارجع للدكتور بتاعك عشان يتاكد ان مفيش مشكله منها. دكتور عايز يكتب لي مضاد حيوي، الادويه اخبارها؟ قلت لك ارجع للدكتور بتاعك قبل ما تاخدي الدواء هو يقول لك اخباره ايه. تخافيش بقى. دكتور ينفع اكل شيبسي؟ احنا بنخاف من الشيبسي عشان خاطر ان هو ما فيهوش المواد والقيم الغذائيه المهمه اللي احنا محتاجينها لحضرتك في الحمل.
بنخاف ان انت تملي بطنك وما تاكليش الاكل المفيد، انما لو هتاكلي كيس صغير من ابو 3 جنيه على نفسك مفيش مشكله منه. بجد؟ طب الكولا مفيش مشكله برضه، بس خلي بالك ان الكولا فيها كافيين، والكافيين الحد الاقصى ليه يوميا من 200 ل 300 مللي. خلي بالك برضه، يعني نقطه كمان، انا مش عارف مين اللي بيمنعوا القهوه والشاي والحاجات دي كلها. الكلام ده ليه ليميت يومي بس مش ممنوع تماما. يعني فنجان القهوه الذي لا يبدا يومك الا بيه لما تنزلي عنه ستوري، ده مفيش مشكله منه، احنا بنخاف من كترها. فكره البيبي بقى، ده شكل بطنك دلوقتي، شايفه السهم الاحمر رايح على فين؟ اهو ده البيبي دلوقتي. قربي بقى شويتين للبيبي هتلاقي ده شكل البيبي دلوقتي. سكرين شوت عشان انا عارف الوقت ده بيبقى الواحد متشوق للبيبي، فهشوفيه يعني عشان اتفرج عليه كل يوم. طول البيبي دلوقتي حوالي 3 سم ووزنه حوالي 35 جرام. احنا دلوقتي ما بنهتمش بالاوزان والطول والحاجات دي كلها، لان الدكتور بتاع حضرتك هو اللي هيشوف الكلام ده وهيقول لك ان اموره تمام. لو قال لك ان اموره تمام يبقى اموره تمام. ما تفضليش تسالي على الوزن بقى، خصوصا في الشهور الاولى دي والاسابيع الاولى، لان الموضوع بيبقى يعني الوزن ده بيبقى محتاج مقاسات معينه كده على الجهاز قدام شويه. فما تفضليش تزني على الدكتور، هو وزنه كام جرام يا دكتور؟ يعني 35 جرام لم الليله. في الوقت ده هيبدا يتكون الاجزاء الاساسيه في العين زي القرنيه والقزحيه والبؤبؤ والعدسه وشبكيه العين. بس خلي بال حضرتك ان عين النونو هتفضل مقفله لحد بدايه الاسبوع ال 27 تقريبا. كمان في الوقت ده اسنان البيبي اللي من جوه بتبدا تتصل بعظام الفك. في 6 وصايا هوصيكي بيهم الاسبوع ده. اول حاجه ان انت تراجعي الاسابيع اللي فاتت وتشوفي الاسابيع اللي جايه لو انت لسه ما شفتيش الاسابيع كلها، عشان الاسابيع دي مكملة لبعضيها وكل مرة بنتكلم عن موضوع ضروري ان حضرتك تعرفيه. 2، لو ما شفتيش الفيديو بتاع واجب الحامل اول 3 شهور في الحمل ارجعي شوفيه، عشان خاطر ده هتلاقي فيه معلومات مهمة وحاجات مطلوبة من حضرتك. ما تفضليش بقى تسأليني على اللينكات، لاني بكتب اللينك بيفضل يغطس. اكتبي دكتور محمد اسماعيل واجب اول 3 شهور في الحمل، هيطلع لك الفيديو اول واحد شوفيه. ارجوكي بلاش نحير بعضينا. نفس الكلام راجعي السلاسل بتاعت كراسة واجب الحمل، برضو اكتبي كراسة واجب الحمل دكتور محمد اسماعيل تعليمات الحامل. مش محتاج كمان اكد عليك ان انت تعملي فولو عشان خاطر تستفيدي من الفيديوهات الجاية واللي فاتت. وكمان حافظي على زيارات الدكتور بتاعك، لانه بيكشف عليكي كل مره، والكلام اللي احنا بنتكلمه لا يغني ابدا ان الدكتور يطمن عليكي كل مره. تسيش برضو تظبطي الكالندر عشان خاطر تشوفي كل اسبوع باسبوع عشان تبقي ابديتد وفاهمه المعلومات كلها. ولو عندك اي سؤال حابه يكون اجابه عليه جزء من الفيديوهات بتاعتنا اللي جايه، سيب لنا السؤال ده في الكومنتات. ولا تنسوا الوالد من صالح دعائكم بالرحمه والمغفره والجنه، والوالده بالصحه والعافيه. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام.